بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أيها الأخوة المواطنون، أخواني المسلمين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أما بعد، ها هو شهر رمضان الفضيل، أهل علينا بنسائمه المباركة ليغمرنا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويبعث في نفوسنا معاني التراحم والتعاطف والتسامح والتكافل. وبهذه المناسبة الجليلة أتوجه إلى كافة المواطنين والمواطنات وإلى المسلمين في مختلف أقطار الأرض بأحر التهاني والتبريكات، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على حسن صيامه وقيامه. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إن هذا الشهر المبارك الذي نستقبله بالبشر والسرور اقتداء بالرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الذي كان يبشر أصحابه بقدومه ويهنئهم به، يعلمنا دروسا عظيمة نراها بأعيننا ونتأملها ببصائرنا، وإن النفوس تستشعر فيه الطمأنينة وتستبق إلى الخيرات، ويستعيد المسلمون في أيامه ولياليه ذكرى نزول القرآن الكريم في ليلة هي خير من ألف شهر. فعلينا أن نستلهم نفحات هذا الشهر الكريم للازدزادة من الخيرات وفعل الطاعات ونبذ الفرقة والتشرذم وتحقيق معنى الأخوة، مصداقا لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. أيها الأخوة والأخوات الأكارم، إننا ماضون بعون الله تعالى وتوفيقه في مسيرة التحول والتنمية الشاملة، وسنسرع الخطى صوب آفاق المستقبل الواعد والزاهر لشعبنا ووطننا العزيز. وندعو الله تبارك وتعالى أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين من الفتن والتطرف، وأن يرشد البشرية إلى ما يحقق السلم والتقدم والرخاء للجميع، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.